هنا نقدم لكم أكثر من 25 موقف مضحك ومحرج في عالم الرياضة. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على الإعجاب والاشتراك في القناة. أولاً، كان هذا اللاعب يلعب كرة الطاولة برأسه، حيث يصوبها في اتجاه صندوق القمامة في غرفة تغيير الملابس، ولكن زملاؤه خدعوه وهو لم يتوقع ما حدث له. 2- هذا الحكم لم يكن يمتلك عملة لعمل القرعة، فقرر عمل القرعة بعملة ورقية، لكن حدث أمر غير متوقع. 3- الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك، والتي قامت بدور رئيسي في المسلسل التلفزيوني جيم أوف ثرونز، كانت تحضر إحدى المباريات، وتم التعريف بها على الشاشة بكونها أم التنانين نسبة إلى المسلسل، حتى أن هذه الدمية انحنت احتراما لها. Oh, look who's here. The mother of dragons. Welcome to Houston. 4- الموسم الجديد للعبة القاعدة الكورية انتقل إلى مستوى مختلف تماماً، حيث تم وضع صبي بعمر 9 في فقاعة هوائية من أجل الاحتفاظ بمسافة اجتماعية آمنة ليصبح هو مكان كرة القاعدة. 5- 2 من اللاعبين يلعبون لعبة صخرة ورق مقص بعد التسخين من أجل تحديد من منهم سيغادر الملعب في الآخر. 6- كان روب جرونوفسكي يظهر في هذا المشهد، ثم أنهى لقاءه وغادر، ليأتي مكانه زميله في الفريق ديفيم ماكورتي، والذي كان أقصر من روب بكثير، وظلت رقبته فقط هي التي تظهر في الإطار، إلى أن انتبه المصور وقام بإنزال الكاميرا قليلاً. 7- أثناء مباراة كرة القاعدة، قام 2 من المهجرين المتنكرين في ملابس دجاجة وديناصور بتأدية رقصة محمسة للغاية، تركت الجميع سعداء ومتحمسين. 8- في مباراة تزلج، وبينما كان يقوم أعضاء الفريق بمناقشة استراتيجية اللعب، قام إحدى الفريقين بعمل هذا، وتم تصويره بواسطة الكاميرا. استجاب لاعب في الدوري الأمريكي إلى طلب طفلة في الحضور بأن يتبادل معها حلوى التيك توك مقابل الكرة. 9- باحتضانهم للاحتفال معهم. في اللحظات الأخيرة، استغل لوكان دانيسكا الفرصة لإحراز هدفاً من نصف الملعب، وكانت هذه هي النتيجة. 10- محرجة وممتعة، قام أحد المعجبين بفريق شيكاغو كوبس بتثبيت طرف قبعته على رأسه من دون أي جهد، وهو ما جعله يظهر في التلفزيون المحلي. في مباراة بين لورد سيلا ومامودي، قام الأخير بسحب ساق الأول في محاولة لضربه على رأسه. لاعب كرة القدم نيمار ساعد على إزالة حشرة من على شعر زميله داني. تحولت مباراة كرة القدم هذه إلى حدث رومانسي، عندما قام المصور بالتقاط صور بعض الشباب وهم يرتدون قمصانا مكتوب عليها هل تتزوجيني، حيث رغب في التقدم إلى حبيبته أمام آلاف البشر. تحولت مقابلة الرجبي هذه إلى مقابلة كوميدية،
عندما تم التقاط صورة اثنين من اللاعبين في الخلفية يصفقون بأيديهم معا عن قصد. في مسابقة مصارعة كان الغرض منها أن من تفوز هي التي تنجح في نزع ملابس الخصم، والتي كانت قائمة بين اثنين من المصارعات. نجد امرأة أخرى دخلت إلى الحلبة مرتدية منشفة، وعندما خلعتها كان رد فعل الحكم مضحكا ومذهلا.